اهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقه جديده من القاهره نقلب فيها في اوراق الوطن لهذا اليوم، والبدايه كالمعتاد بجوله في ابرز الاخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغه مخطط متكامل بشان منظومه الاداره والصيانه لاحياء ومرافق العاصمه الاداريه الجديده، كما وجه الرئيس السيسي بمراعاه خروج تجهيزات المتحف المصري الكبير على اكمل وجه واعلى مستوى. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، ولواء أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية والمرافق الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المتحف المصري الكبير. وقد وجه السيد الرئيس بصياغة مخطط متكامل بشأن منظومة الإدارة والصيانة لأحياء ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة المنطقة المركزية والحي الحكومي والمرافق العامة المتنوعة، وذلك لتحقيق وضمان استدامة وكفاءة الإدارة والتشغيل. وقد شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بما تشمله من أحياء ومرافق، فضلا عن التغذية الكهربائية بما فيها أعمال تركيب المعدات والخطوط ومحطات التحويل والتوزيع، وكذلك أعمال قطاع الاتصالات والنظم والبنية التحتية المعلوماتية والخدمات الرقمية بمختلف محاورها، وتجهيزات التكنولوجيا لإدارة العاصمة، وشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية، والتجهيزات المرئية والصوتية للتشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية وتغطية شبكات خدمة المحمول. أضاف المتحدث الرسمي بأن الاجتماع تناول أيضا متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، خاصة ما يتعلق بالقاعات الرئيسية وصالة العرض ومخطط عمليات نقل ووضع القطع الأثرية في أماكن عرضها الدائم بالمتحف. وقد وجه السيد الرئيس بمراعاة خروج تجهيزات المتحف على أكمل وجه وأعلى مستوى والتدقيق في كافة التفاصيل ذات الصلة بالعرض المتحفي على نحو يبرز تفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة ويتسق مع قيمة المتحف الذي يحظى باهتمام عالمي كبير باعتباره أيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء. وقد تم في هذا الإطار استعراض تطورات العرض المتحفي بالمتحف المصري الكبير، والذي يسعى لتقديم تجربة فريدة للتعرف على الحضارة المصرية من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة بعمارتها المتميزة، فضلا عما تم مؤخرا من نجاح في عملية نقل مركب خوفو الأولى من منطقة الأهرامات إلى المتحف المصري الكبير، والتي مثلت واحدة من أهم المشروعات الهندسية الأثرية المعقدة، حيث تمت بدقة شديدة مع ضمان كافة سبل الحماية للمركب لتستقر في موقعها الجديد في مبنى متحف مراكب الشمس بالمتحف المصري الكبير. كما تم عرض آخر مستجدات قطاعي السياحة والأثار بما فيها معدل تدفقات السياح وآخر الاستعدادات للموسم السياحي الشتوي بدءا من الشهر القادم، فضلا عن تطورات العمل في متحف عواصم مصر، وكذا أعمال الترميم الحالية في عدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية في مقدمتها معبد الأقصر وطريق الكباش، إلى جانب بعض القصور التاريخية مثل قصر محمد علي بشبرا.
التقى الفريق أول محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كانس ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له في زيارة رسمية على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 والذي تستمر فعالياته حتى 17 من سبتمبر الجاري، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية. التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية على هامش متابعة فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 والذي تستمر فعالياته حتى 17 من سبتمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات الخاصة بالتدريب والأهمية التي يحققها باعتباره أرضا خصبة لتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة. وأكد الفريق محمد فريد على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة كافة الأنشطة التي تنفذ يوميا وتقوم بتهيئة المناخ الذي يحقق لكل العناصر المشتركة بالتدريب القدرة على تنفيذ كافة المهام والأنشطة التدريبية التي توكل إليها، فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالصدى الذي يحققه التدريب بكافة الأوساط العسكرية الدولية، معربا عن إعجابه بقدرة القوات المسلحة المصرية على تنظيم فعاليات هذا الحدث الذي يعد واحدا من أهم وأكبر التدريبات التي تنفذ بمنطقة الشرق الأوسط. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائد القيادة المركزية الأمريكية بجولة تفقدية تضمنت المرور على مراكز القيادة والسيطرة لمتابعة آليات العمل التي تعتمد على التخطيط المشترك لإدارة مهام التدريب. كما قام قائد القيادة المركزية بالمرور على مناطق وميادين التدريب، وأشاد خلال الجولة بالكفاءة القتالية العالية لكافة العناصر المشاركة بالتدريب، وكذا بالإمكانيات التدريبية والإدارية بالقاعدة وميادين التدريب المجهزة لتدريب مختلف العناصر القتالية والتخصصية. أعقب ذلك لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع كافة العناصر المشاركة بالتدريب الذي نقل خلاله تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة مرحبا بهم على أرض بلدهم الثاني مصر، كما أثنى على المستوى المتميز الذي وصل إليه التدريب خلال كافة المراحل التي تم تنفيذها. في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التقت اللواء تريسي نورس قائد الحرس الوطني لولاية تكساس بكل من قائد القوات الجوية وقائد حرس الحدود ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة خلال زيارتها الرسمية للقاهرة والتي استمرت لعدة أيام. وتناولت اللقاءات عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار دعم علاقات التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية. من جانبها أكدت قائد الحرس الوطني لولاية تكساس حرص بلادها على دعم علاقات التعاون بين البلدين، معربة عن تطلعها لمزيد من التنسيق بما يلبي المصالح المشتركة في ضوء عمق العلاقات الثنائية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية إيمانا منها بالأهمية القصوى لملف التعليم، تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم والذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعليم والابتكار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة تطوير مناهج رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية حتى الصف الرابع الابتدائي بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرة مركز تطوير المناهج ومسؤولية الشركات العالمية المشاركة في مشروع التطوير. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي، وكذلك تنفيذ الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا.
تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6576 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1485 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 8889 أرجيلة، إضافة إلى غلق 5205 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 64439 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 7467 قضية تموينية متنوعة، من بينها 192 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 24 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 2,344,193 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 7251 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 3047 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 243,152 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 40,147 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. كما تم رفع 334 سيارة و58 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 944 قضية ومخالفة، أبرزها حياتة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 76,556 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 68,774,599 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 416 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبط خلالها 294 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها العديد من الأجهزة الإلكترونية. كما تم ضبط 122 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 498,500 كتب دراسية خارجية مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 26 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 160,105,612 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1677 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 5,039,311,000 جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 4,838,269 جنيها.
أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج المرحلة الثانية للمنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية بهدف تنظيم العمل الأهلي في مصر وتوفير قاعدة بيانات لأنشطة الجمعيات الأهلية ومعرفة تأثيرها على الفئات المستهدفة. خطوات سريعة وفعالة اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم العمل الأهلي في مصر وتوفير قاعدة بيانات لنشاط الجمعيات الأهلية لتطلق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي المرحلة الثانية للمنظومة الإلكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية. المرحلة الثانية من ما كانت منظومة العمل الأهلي وهي مرحلة توفيق الأوضاع، وإن شاء الله سيتم إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة في نهاية شهر أكتوبر اللي فيها 36 خدمة للجمعيات الأهلية والمنظمات طبعا الأهلية اللي نص عليها القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحة التنفيذية. لازم تكون في منظومة إلكترونية تبدأ تسجل فيه كل التدخلات الخاصة بالعمل الأهلي. وإحنا النهاردة بنتكلم على سبيل المثال عايزين نعرف حجم التدخلات الجمعيات في مجال الصحة، حجم تدخلات الجمعيات في مجال التربية والتعليم. احنا كلنا لمسين الدور الكبير اللي بتقوم به الجمعيات، ولكن لازم يكون في ارقام نقدر نعبر عنها، نقدر نقول عدد المستفيدين من الجمعيات قد ايه، نقدر نقول حجم المصروفات اللي بيتم صرفها من خلال الجمعيات على مجالات الصحة والتعليم وكافة مجالات التنمية المختلفة. المنظومة الإلكترونية للمرحلة الثانية تتيح كافة المعلومات والنماذج والوثائق المطلوبة لتأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات والحصول على تراخيص جمع المال وتوفير خدمة الدعم الفني لتلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع. كل الجمعيات اللي موجودة على أرض الواقع سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو أي حتى كيانات عمل أهلي هيبقى عندها الفرصة إن هي تثبت نفسها في المنظومة عشان يبقى دخلت في يعني التزام قانوني والتزام لائحي هو توفيق الأوضاع. كانت المرحلة الأولى من المنظومة الإلكترونية قد انطلقت في إبريل الماضي لتوفيق أوضاع المنظمات الأهلية وفقا للقانون رقم 149 لعام 2019 ولائحته التنفيذية لتنظيم ممارسة العمل الأهلي واتخاذ كافة الإجراءات نحو التحول الرقمي. تعد المنظمات والمؤسسات الأهلية شريكا أساسيا للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، ليأتي تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة للعمل الأهلي في مصر للتعرف على مساهمتها التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة، بما ينعكس على التيسير لعمل هذه المنظمات الأهلية في تفعيل دورها بشكل أكبر. من وزارة التضامن الاجتماعي، أحمد ممدوح، أني. تواصل المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان بمحافظات مصر كافة عملية تطعيم المسافرين والراغبين في السفر إلى الخارج بلقاحات كورونا المختلفة، ومن بين تلك المراكز المعتمدة مركز التطعيم بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي شهد إقبالا كبيرا من قبل المسافرين إلى الخارج وأعضاء هيئات التدريس بوزارة التربية والتعليم. تحولت المراكز المنوطة بالتطعيم بلقاح فيروس كورونا إلى خلية نحل، ومنها مركز التطعيم بأرض المعارض بمدينة نصر لاستقبال المواطنين الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، وذلك لتطعيم باللقاح، ومنهم الراغبين للسفر إلى الخارج وسط إجراءات احترازية غير عادية تتم على مدار الساعة. كل المتواجدين دلوقتي معظمهم من المسافرين الراغبين في الحصول على التطعيم جونسون أو لقاح جونسون واستخراج الشهادة اللي هي عليها الكيو آر كود لأغراض السفر. لغير المسافرين جميع الراغبين في الحصول على اللقاح برضو بيجوا، وفي نفس الوقت اللي حصل على جرعة أولى بيحصل على الجرعة الثانية. استخدام الكحول بالنسبة للعاملين في المركز، التمريض بيستخدم السرنجة أحادية الاستخدام. الكوادر الطبية والتمريضية تبذل قصارى جهدها لتيسير إجراءات التطعيم بين المواطنين رغم الزخم الذي تشهده مراكز التطعيم بمحافظة مصر كافة. بنبدأ بالتسجيل على جهاز الكمبيوتر لمدخل البيانات، بياخد منه كل البيانات اللي المفروض نسجلها، وبعدين يتوجه المواطن بعد كده للغرفة المستنيرة بيمضي على الكونسنت انه بعد ما بيتاخد منه الميديكال هيستوري بشكل واضح. الطعوم كلها امنه، ما فيش منها اي موانع من الاستخدام الا الاقل من 18 سنه او الحوامل او المرضعات.
المواطنون أبدوا قبولا واستحسانا لما يتم لهم من إجراءات ميسرة خلال عمليات التطعيم. يعني أنا اتبعت لي رسالة وجيت في نفس اليوم وافتخ الطوابير بيدخلوا 20 في 20، فلا يعني ما حسيتش ان انا بتأزم. يعني لما بتدخل جوه في ناس تقول لك تروح فين والستبس واضحة والدنيا لا منظمة وسريعة. الصراحة الدنيا متسهلة جدا والناس بصراحة يعني متعاونين جدا، والتطعيم صراحة يعني كان سهل، ويعني انا اسهل من ما كنت اتوقع بصراحة. اقبال المواطنين على المراكز الطبية للتطعيم بلقاح فيروس كورونا كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة المرض ومنع انتشاره. محمد حلمي، النيل. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع منتسبي الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، وجاء ذلك خلال جولة قام بها الوزير بمركز التدريب بكلية الطب بمستشفى دمرداش لمتابعة سير حمل التطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين للوقاية من فيروس كورونا. حرصا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات، شهدت جامعة عين شمس المرحلة الثانية لتلقي لقاح فيروس كورونا. وفي أول أيام بدء تلقي اللقاح قام وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ورئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني بجولة تفقدية بمقرات تلقي اللقاح المتواجدة بمركز التدريب بمستشفى الدمرداش. النهاردة طبعا في جامعة عين شمس كنا من يومين في جامعة القاهرة بنطمئن على تنفيذ تكليف سيادة الرئيس ومتابعة اليومية على ان احنا يعني نقدر ان احنا نجري في موضوع التطعيم بالنسبة لكل المنتسب الجامعة سواء من العاملين او اعضاء التدريس او الطلاب، علشان نلحق قبل العام الدراسي يكون عندنا نسبة كبيرة من الطلاب تم تطعيمهم، ومع ان شاء الله بداية العام الدراسي طبقا لخطة موضوعة باحكام شديد جدا نقدر ان احنا نطعم جزء كبير من الطلاب، نبقى حافظين على ان الولاد واسرهم والعام الجامعي يعود كما ينبغي. بدأنا بالحملة التوعوية لان طبعا في الاول كان في شوية تخوفات، الحمد لله دلوقتي ما فيش اي حاجة، الطلبة في اقبال كويس قوي. طبعا الاساتذة بدأنا بالاساتذة والعاملين والموظفين اللي هو قوامهم حوالي 40,000، ودلوقتي ده بدأنا من يوم الأربعاء اللي فات في الطلبة اللي هو حوالي 200,000 طالب في جامعة عين شمس. مثلا يوم الجمعة أديك مثال اللي هو كان تاني يوم طعمنا حوالي 1,000 طالب في يوم واحد. بنشتغل 7 أيام في الأسبوع 3 يوم في الشهر، ما فيش أجازات، علشان نقدر نحقق التكليف الرئاسي المستحق بالنسبة للجامعات كلها، اللي احنا يعني ننتهي من الكل 100% على الأقل من أكبر قدر ممكن ونكمل في بداية العام الدراسي. الأطقم الطبية المشاركة من كليتي الطب والتمريض والمستشفى الجامعي للكلية يعملون بجهد كبير ومنظم للتيسير على الطلاب والعاملين خلال مراحل تلقي اللقاح. هنا بالضبط الساعة 9 بالضبط استشار هنا كلها، هنا الدور الرابع والدور الخامس بيبتدي الساعة 9 الشغل فيه. عندنا من تحت بيبتدي التنظيم من عند الأمن في الاستمارة أو يعني الكونسنت اللي هي بتتاخد بيبقى عليها رقم، بياخدوا كل فرد من الأشخاص المرتب طعامهم وبيطلعوا بيها سواء من الطلبة أو من التمريض أو من الأساتذة المستشفى الجامعة. ويتم التنبيه على الطلبة المعنيين من خلال صفحات الكليات على مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة التطعيم، كما يتم الإعلان عن موعد تطعيم الطلاب تباعا لضمان عدم التزاحم، ووفقا لجداول زمنية تضمن تطعيم جميع طلاب الجامعة البالغ عددهم 200,000 طالب وطالبة. هكذا انتهت الفقرة الأولى من القاهرة لهذه الليلة، فقرة الأخبار، لكن دعونا نتوجه إلى الحوار الأول في حلقتنا لهذه الليلة. الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار الاحتفالات بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قال الرئيس في كلمته على هامش جلسة نقاشية كانت بعنوان حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل، قال الرئيس إن الجامعات التي تنخر في الدولة موجودة ولا تتوقف وشكلت ثقافة التشكيك وعدم الثقة. تساءل أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفترة من عام 1952 وحتى عام 2011، هل استطاعت الدولة أن تقوم بعمل استقرار في مفهوم المسار السياسي؟ الحقيقة سؤال كبير ويطول الحديث فيه، لكن السؤال أيضا مطروح عن ثقافة التشكيك وعدم الثقة، هكذا وصفها الرئيس. هذه الجماعات أو تحديدا هي جماعة واحدة ويتفرع منها ما يتفرع، كانت دائما
بتحاول أن تقوم بهذا الدور ولا زالت، رغم كل ما تم من مجابهتها ووقف تمددها ووقف تشعباتها وخلاياها العنقودية الفكرية والميدانية، لكن ما زالت هذه الجماعة تهوى ثقافة التشكيك في كل ما هو إنجاز مصري في أي مجال وليس فقط على صعيد المسار السياسي. دعونا نطرح بعض الأسئلة على ضيفنا الكريم في استوديو من القاهرة لهذه الليلة، ولكن بعد هذا التقرير.